ولا أحد يتكلم عن ثورة العشرين وأنها انتفاضة مرجعية ومشابهة للفتوى التي انطلقت من الصحن الحسيني الشريف أيضا لفتوى الدفاع الكبار. تعددت نشاطات العتبة الحسينية المقدسة من مؤتمرات ومهرجانات بشكل والمضمون من إقامة مهرجانات علمية ودينية وإعلامية، حيث اختتم مهرجان ملبون المهرجان الإعلامي الذي أقيم لتسليط الضوء على بطولات القوات الأمنية والحشد الشعبي في قتالها ضد التنظيم الإرهابي داعش. وقد شارك في هذا المهرجان أكثر من 350 إعلامي من مختلف الدول، ومع تنوع الاختصاصات الفنية من التصوير التلفزيوني والصورة الصحفية إلى المقال والقصة الخبرية والنصوص المسرحية مع فنون أخرى تعددت. كانت هذه الخطوة المباركة أول عمل ثقافي يجمع الأدب والإعلام وكذلك الفنون بأشكالها المتعددة، الفنون التشكيلية من العراق ومن 13 دولة أخرى آسيوية وأفريقية وأوروبية أيضا. شاهدنا ولمسنا وحضرنا مهرجانا متجدد، وجدنا فيه مبدعين ومتميزين شباب في القصة وفي الأدب وفي النثر وفي الفنون الإذاعية والتلفزيونية أيضا والفنون التشكيلية. وتحدث المشاركون ولجان التحكيم عن أهمية العمل الإعلامي في كتابة التاريخ، وكذلك أهمية الفنون المختلفة في نشر الصورة الحقيقية وإيصالها إلى الجمهور. الصورة وثيقة مهمة واعتمد عليها، وبعض القنوات الإخبارية والوكالات الإخبارية وبعض الدول تعتمد على أخبار الصورة وتبني عليها قرارات اجتماعية وسياسية ومصيرية. تفاصيل مهمة جدا عما دار في مواقع القتال وفي سواتر القتال لم أستطع الوصول إليها. هذا ويعد مهرجان ملبون ضمن المهرجانات السنوية التي تقيمها العتبة الحسينية المقدسة دعما منها للفتوى والحشد الشعبي. من الصحن الحسيني الشريف، ياسر الطالقاني، قناة العتبة الحسينية المقدسة.